تعال لا 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 عفية عفية تعال تعال لا خل حط له هنا تليبورت ثاني. الله وياك 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 ضحكنا بتلك ضحكنا بتلك ضحكنا بتلك بس خسرني تليبورت. خلي أروح بي أنا أشوف عالم التليبورت شنو هذا. We're sneaking. مرحبا أصدقائي شباب وبنات، أتمنى تكونون بخير وصحة وسلامة ودائما مجموعين بأحبائكم وأعزائكم. وياكم أحمد من قناة 100، رجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة الحرام وبوب الجزء الأول، سلسلة بوب الأرنب ضد بوب النينجا. واللي بتابعني ويا هاي السلسلة يعرفون بأن احنا وصلنا إلى فصل المخيم الصيفي وكملنا 13 مرحلة من عنده، ووصلنا الى اخر مرحلتين يا شباب، المرحلة 14 المرحلة 15، وهو تختيم الفصل ان شاء الله اليوم راح يكون بهذه الحلقة. فشنو رأيكم خل ندخل المرحلة 14 ونشوف بوب الارنب شو حيسوي بهالمرحلة. يلا اجا بوب الارنب الى هذه المرحلة. طبعا قبل ما نبلش لازم نستكشف المرحلة. فالمرحلة عبارة عن شباب المراحل بدأت تصعب. طبعا هاي المرحلتين الأخيرة لازم تكون صعبة، فبيها الشرطي الخبيث والولد الخبيث والشرطي اللي لابس شفقة وقفل ومفتاح واحد والكلوب الجميل نائم، كلوبين جميلين نائمين. الكلوب الجميل نائم عدد 2 شباب ليس واحد فقط. مهم مهمة بوب الأرنب بأن يضحك الموجودين، ليس فقط يضحكهم ولكن بعد أن يضحكهم يرسلهم إلى عالم التليبورت، وهي مهمة سهلة ولكن بنفس الوقت صعبة. لذلك هنبلش، بس قبلها أعتقد ما عندنا تليبورتات يا شباب، فلذلك لازم نروح على المتجر. نعم مثل ما تشوفون تليبورتات صفرنا، فنشتري تليبورتات هكذا 8 9 10. أوكي اوكي شباب 10 تليبورتات، بقت عندنا بس 2800 ما يخالف. اوكي شباب مهمة بوب الأرنب بين يضحك الموجودين ويرسلهم الى عالم التليبورت. خلينا نبلش ونبلش من ناية ونبلش من ناية، وانت نريدك ان تضحك. يس الى عالم التليبورت. الله وياك 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 الله وياك. اوكي شباب هذا اول شيء يعني ودينا لعالم التليبورت. طبعا الكلوب الجميل ما نقدر نوديه لعالم التليبورت. اوكي يعني نقدر نوديه لعالم التليبورت لكن احنا نحبه فمنوديه الى عالم التليبورت. اوكي هذا سمع لكن بكت الله يضحك. يس الى عالم التليبورت. الله وياك 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 الله وياك. كلوب 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 عفية عفية ما اريد اوديك لعالم التليبورت، فاريدك شنو ترجع هنا. اي تعال هنا تعال 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 هنا تعال بعد تعال تعال ولو راح ينكسر قلبك لكن ما يخالف على مود مصلحتك. يا كلوب يا جميل. اوكي 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 هذا كلوب جميل ثاني ما شافني هم زين ما شافني يعني ما حس هذا الشرطي اللي لابس شفقة. اوكي ندخل هكذا وندخل هكذا ونريدك تضحك، نريدك ان تضحك. يس العالم التليبورت. الله وياك 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 الله وياك. اوكي شباب الحظ مبتسم ويانا هذا اليوم، الحظ مبتسم ويانا هذا اليوم. اعتقد اخذنا كل الشغلات. نعم اخذنا كل الشغلات. ويتوجه الى باب الخروج وبهيجي قدر بوب الأرنب بأن يخلص المرحلة 14 من فصل المخيم الصيفي وحصل نجمة واحدة فقط نجمة واحدة. اعتقد لانه شرحت بالبداية يا شباب اعتقد هذا السبب حصل نجمة واحدة، لكن ما يخالف بما انه احنا اخذنا كل اجزاء الكنز وضحكنا كل الموجودين وارسلناهم الى عالم التليبورت، فمعناها المهمة نجحت. شنو رايكم يا شباب بانه نشوف بوب النينجا شو راح يسوي بهالمرحلة؟ بس قبل خلينا نروح الى مراسيم تحول بوب الارنب الى بوب النينجا. يلا ابرا كدبرا يا بوب الارنب تحول الى بوب النينجا. ايه
اجا باب النجا الى هذه المرحله. باب النجا معه تستكشف مرحله وكذا عنده خطه، والخطه تكون جهنميه وخطتك بالكلاتي، بده يتوجه منها ويتوجه منها وياخذ هاي الشغله منها ويدغ هذا الشرطي الخبيث. نعم نعم يتوجه منها فيتوجه منها ياخذ لي الشغلات كلين يعني كلهن ويتوجه منها، وهذا الكلوب الجميل ما راح ينتبه له. اوكي ويتوجه منها مباشره ياخذ هاي الشغله منها ويتوجه منها ويتوجه منها وياخذ المفتاح ويتوجه منها يختل الختله الطبيعيه ويتضر هذا الشرطي اللي لابس شفقه يتوجه منها ويتوجه منها ويتوجه منها ويتوجه منها. اوكي راح يشوف الباب مفتوح، انا بقيت الياب مفتوح. اوكي يلا 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 يتوجه منها ماكو داعي، ويتوجه منها ويتوجه الى باب الخروج ويجي قدر باب النجا بانه يخلص المرحله 14 من فصل المخيم الصيفي وحصلت له نجمات وممتاز رقم قياسي جديد. يس جديد 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 شباب، حطم كل الارقام القياسيه السابقه باب النينجا، فعفي عليك يا باب النينجا، صدق عفي عليك. اوكي اصدقائي وصلنا للمرحله 15 والاخيره من فصل المخيم الصيفي، شنو رايكم ندخل ونشوف باب الارنب ايش راح يسوي بهالمرحله؟ يلا اجا باب الارنب الى هذه المرحله. بس قبل ما نبلش لازم نستكشف المرحله، فالمرحله عباره عن المرحلة عبارة عن واو اكو هنا الكنز اعتقد عدد 2 شباب، تذكرت هاي المرحلة بها كنزين والشرطي الخبيث عدد 2 ويعني الشرطي اللابس شفقة عدد 3 وقفل ومفتاح 1 وبناية كبيرة يا شباب. مهمة بوب الارنب بانه يضحك الموجودين ويرسلهم الى عالم التليبورت، وهناية هي مهمة صعبة اعتقد يا شباب. نعم اعتقد صعبة مهمة بوب الارنب. اوكي خلينا نبلش، نبلش من نايه، فمنا ضحك اول واحد الى عالم التليبورت. الله وياك 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 الله وياك. اوكي شباب اوكي 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 هسه هذا الثاني الثاني الثاني، اريدك تضحك اريدك تضحك. يس يس الى عالم التليبورت. تعال 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 عالم التليبورت تعال. لا 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 عافيه عافيه تعال تعال. لا خلينا نحط له هنا تليبورت ثاني. الله وياك 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 الله وياك. ضحكنا بتلك ضحكنا بتلك ضحكنا بتلك بس خسرني تليبورت. خليني اروح بيه انا اشوف عالم التليبورت شنو هذا. صدق شباب ليش ما يصير اروح بيه؟ اوكي اوكي نتوجه منا ونتوجه منا. اها المفتاح موجود هنا يمكن. اوكي موجود هنا المفتاح، فاحنا لازم نضحك هذا الشرطي اللي لابس شفقه. اوكي اخذنا المفتاح هنا بس لازم نضحكه. خلينا ناخذ هاي الشغله اللي منا ناخذها هكذا، واخذنا شغلات منا ما اعرف شنو هاي الشغلات اللي اخذناها. اوكي نسد الباب ورانا وهذا. نعم يس 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 الى عالم التليبورت. الله وياك 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 الله وياك. اوكي شباب ولا واحد ما ضحك علينا شباب، الحظ مبتسم لنا. اوكي 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 نتوجه منا واخذنا المفتاح، فنفتح هذا الباب منا. وهسه احنا مهمتنا بانه نضحك ذولي بقوا الشرطه الاثنين ونتوجه الى باب الخروج. اخذنا الكنز الاول يا شباب مثل ما قلت لكم كنزين او جزء ثلاث كنوز ما ادري، المهم لا كنزين كنزين. اوكي اخذنا الكنز الثاني، هسه مهمتنا فقط نضحكهم فقط 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 نضحكهم. نعم اريدكم تضحكون، شلون تضحكون انت؟ يس الى عالم التليبورت. الله وياك 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 الله وياك. اوكي 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 هذا الثاني ثاني شباب الثاني ثاني 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 هكذا. يس الى عالم التليبورت. الله وياك 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 شباب. ضحك كل الموجودين بدون اي خطأ يا شباب، بدون اي خطأ اخذنا كل الشغلات وفقط نتوجه الى باب الخروج. ودشوفون الخريطة صفت بس الباب الارنب، بقى بس تليبورت واحد. اوكي نتوجه بناية ونتوجه منا باقصى سرعة ونتوجه الى باب الخروج وبهيجي قدر باب الارنب بانه يخلص المرحلة 15 والاخيرة بفصل المخيم الصيفي، وحصل نجمتين ورائع وضحك كل الموجودين وارسلهم الى عالم التليبورت. عفية عليك يا باب الارنب. شباب هالحلقة ابتسم للحظ، ماكو واحد ما ضحك، كله بوب شو اسمه لا بوب شنو الشرطي اللابس شفقة والولد الخبيث والشرطي الخبيث كلهم ضحكوا بالمرحلتين المرحلة 14 و15. اوكي اصدقائي شنو رايكم هسه نشوف بوب النينجا ايش راح يسوي بمرحلة 15 والاخيرة من فصل المخيم الصيفي. بس قبل خلينا نروح الى مراسيم تحول بوب الارنب الى بوب النينجا. يلا ابرا كدبرا يا بوب الارنب تحول الى بوب النينجا. اجا
نينجا بوبي نينجا الى المرحله 15 والاخيره من فصل المخيم الصيفي. بوبي نينجا محتاج يستكشف المرحله واكيد عنده خطه، والخطه جهنميه والخطتك من كالاتي: بين ينتظر ذول الشرطه الخبيثين ويتوجه منها مباشره، يتوجه منها مباشره، يتوجه منها مباشره، يسد الباب وراه ويتوجه منها مباشره، ويتوجه منها مباشره، وينتظر هذا الشرطي اللي لابس شفقه يتوجه منها مباشره وياخذ ذني الشغلات كلهن، يعني كلهن، ويتوجه منها مباشره ياخذ هاي الشغله ويتوجه منها مباشره. اوكي ما كده يسد الباب وراه، انا يدي يشوف الباب مفتوح يتوجه منه مباشرة. السرعة قاعد تخلص، يفتح الباب وينتظر ياخذ الكنوز اللي هنا، خلي ياخذ هنيك من هاي. اوكي اخذ اول واحد، اوكي ثاني واحد، يلا يلا يا شرطي. وبنفس الوقت احنا نستعيد السرعة يا شباب، الشرطي الثاني اكيد عنده كنز، لو اخذته من هاي اخذته منها. اوكي 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 ضاع، اخذت كل الكنوز. اوكي يا شباب، اوكي هسه ننتظر هذا الشرطي يجي من هنايا على ما يتوجه ورا مباشره. اوكي يتوجه ورا مباشره، هكذا وهكذا 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 وهكذا، ويتوجه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. اوكي اوكي اوكي، هو شو قاعد يمشي؟ قاعد يمشي شي منا ومنا منا ومنا، يمشي 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 يمشي. اوكي اوكي اوكي، اخذنا كل الشغلات يا شباب، نتوجه منا ونسد هالباب ورانا، ما كنت عين سده ورانا، وننتظر السرعه. فهسه نتوجه فقط الى باب الخروج، ونتوجه الى باب الخروج هكذا، والى باب الخروج. وبيجي قدر باب النجم اللي خلص المرحله 15 والاخير من فصل المخيم الصيفي، وحصل 3 نجمات وممتاز، ورقم قياسي جديد 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 يا شباب. المراحل 15 في فصل المخيم الصيفي، قدر بوب النينجا بانه يحطم الرقم القياسي السابق وحصل رقم قياسي جديد. عافية عليك يا بوب النينجا، بوب النينجا كاسر الارقام القياسية السابقة لبوب المحترف. اوكي اصدقائي، اتمنى الحلقة عجبتكم. ختمنا فصل المخيم الصيفي، خلينا نشوف التالي. التالي طبعا راح يطلعك من نايه. اوكي ختمنا فصل المخيم الصيفي، ان شاء الله بالحلقات الجايه راح نبلش باخر 3 فصول لفصل مكافئه واضافي والتحدي، وان شاء الله ايضا تعجبكم. هنا طبعا اصعب فصول في هذه اللعبه، فلذلك وصلنا الى نهايه الحلقه. اتمنى تكون عجبتكم، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه وشاركوا المقطع مع اصدقائكم، وشوفكم خير بالحلقه الجايه. كان وياكم احمد من قناه 100، مع السلامه. With the